يكتمل اليوم 13 من الاختفاء المقترب للدراسة في المملكة الأردنية الطالب والمواطن البحريني ابن النويدرات جعفر جاسم ماجد الذي تم اعتقاله تعسفيا من قبل السلطات الأردنية وإخفاؤه بتاريخ 20 فبراير الماضي. ومنذ ذلك التاريخ وإخفاءه التعسفي من قبل السلطات الأردنية والمعلومات التي تصلنا وتصل والده شحيحة جدا حيث انقطعت الأخبار عنه رغم مبادرة ومتابعة أهله للاتصال بالسفارة البحرينية في الأردن وكذلك السفارة الأردنية في البحرين ومراجعة وزارة الخارجية البحرينية ولكن دون أي معلومة تطمئنهم حول مصير ابنهم ولم يجدوا غير التنصل على مسؤولية أو المتابعة والكشف عن مصير الطالب جعفر جاسم. والجدير بالذكر أن الطالب المخفي والمجهول مصيره إلى الآن هو في آخر فصل دراسي بجامعة اليرموك ويعد نفسه للتخرج بعد مشوار 4 سنوات ونيل الشهادة العلمية. واعتقاله تعسفيا وإخفاءه يؤدي إلى حرمانه من حق أصيل من حقوق الإنسان وهو حق التعليم الذي كافح من أجل الحصول على الشهادة وخدمة هذا الوطن الغالي. إننا في مركز البحرين لحقوق الإنسان نتابع بقلق ونطالب بالكشف والتصريح الرسمي من قبل السلطتين الأردنية والبحرينية حول وضع وسلامة الطالب ونحملهم المسؤولية الكاملة ويجب إبلاغ أهله والسماح بالاتصال بهم والاطمئنان عليه. الحرية للطالب المخفي تعسفيا جعفر جاسم ماجد والحرية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله.